اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه سي سات مع حلقه جديده من برنامجكم شخصيات هزت التاريخ. زي ما دايما بنقول فيه اللي بيعيش ويؤثر في التاريخ، وفيه اللي موته بيهز التاريخ، وفيه اللي بيعيش وبيموت وما بتعرفش لا تاريخ حياته ولا تاريخ وفاته، والسبب انه ما يعرفش دوره في الحياه، ما يعرفش ايه هي رسالته، بيظن انه جه الحياة مصادفة او اعتباطا او قدرا او حتما، او ان وجوده في الحياة هو مجرد نتيجة طبيعية للزواج ابوه بامه. وزي ما كارل ماركس بيقول، الانسان مثل الفحم في قاطرة التاريخ، يتحرق الفحم والقطر ماشي. لكن من اول ما بدأنا من حلقة شخصيات هزت التاريخ لغاية النهاردة، وزي ما احنا عارفين وشايفين ان الانسان ما جاش الحياة صدفة، التقينا مع مجموعة من الشخصيات، كل شخصية تركت بصمة ومعنى وقالت انا ما جيتش الحياة صدفة. اتكلمنا عن جميع انواع الشخصيات. النهاردة بنستكمل كلامنا عن فرانكلين روزفلت، الرجل الذي وصل الى كرسي رئاسة الولايات المتحدة الامريكية عبر كرسي متحرك، الرئيس الثاني والثلاثين للولايات المتحدة الأمريكية. واتكلمنا المرة اللي فاتت في الأزمة الاقتصادية العالمية اللي بتمر بيها أمريكا، ووقفنا لغاية هيعمل إيه، هل هيقدر ينهض بالبلاد من هذا الكساد العظيم ولا هيعمل إيه. وقف فرانكلين روزفلت وقال إنه من الضروري إقامة رقابة واسعة على كل العمليات المصرفية وكل عمليات القروض وكل الاستثمارات، ويلزم التوقف عن الاحتكار بالكاف، الاحتكار بأموال الآخرين. لازم نراقب المصارف. وبناء على ذلك قام بالآتي: أول حاجة خفض مرتبات موظفين الحكومة وضباط الجيش اللي كان مبالغ فيها بمبالغ مهولة، فوفر من الموضوع دوه حوالي 500 مليون دولار كفائض. في نفس الوقت أجبر أصحاب الشركات يزودوا أجور العمال عشان يبقى العمال معهم سيولة. ومن 500 مليون دولار اللي وفرهم كفائض من المرتبات الحكومية، منح قروض لأفراد الطبقة الوسطى لتجديد بيوتهم وإنشاء مساكن جديدة حوالي 160 ألف مسكن. طبعا 160 ألف مسكن احتاجوا صنايعية، فبالتالي أوجد فرص عمل ونشط الصناعة والبناء عشان يعالج البطالة. لما قلنا وصل حوالي 15 مليون عامل عانوا من البطالة في أمريكا، ولما العمال دول هيشتغلوا عشان يبنوا هترجع المصانع تشتغل، الأسمنت وغيره والحديد وغيره، فيبقى برضو شغل المصانع. ومنح كمان قروض للمزارعين اللي أفلسوا بسبب إن البنوك بتطالبهم بالقروض وفوائدها وما قدروش يسددوا القروض بسبب المجاعة اللي تعرضت لها أمريكا وقتها، فهو منح قروض للمزارعين اللي أفلسوا، وأصدر قرار بأن تتنازل الحكومة عن ديونها تجاه المزارعين، وبكده نشطت الزراعة والإنتاج وبدأ السوق يشتغل. أما بالنسبة لاحتكار كبار رجال الأعمال في الصناعة، فقام فرانكلين روزفلت بإصدار قوانين تمنع الاحتكار اللي كان أدى إلى الجشع والطمع، وبالتالي تدخلت الدولة وفرضت أسعار معقولة على السلع بدلا من الأسعار اللي حطها التجار بجشع، يعني حطوا اللي هو التسعيرة الجبرية. ما تجيش انت حضرتك تقول لي كيلو الرز بكذا، لا، هو كيلو الرز قانونا بالسعر اللي الدولة تحدده، لأن سيادتك لما تيجي تقوم حاجز المنتجات دي في مخزنك وتنطط السعر، وما فيش بس السلع دي في السوق، كيلو مثلا كيلو الرز مثلا ب 17 جنيه، فتيجي تحجزه في السوق فما فيش،
وفي طلب كبير، ما انت بتحجز عشان الطلب يزيد على الحاجة، فتقوم منزله ب25 الناس هتشتري، ما مش لاقية، ب30 ب35، يبقى كيلو الرز نط 3 قفزات بسبب ان انت كتاجر حجزته. لا، اصدر قوانين صارمة وعقوبات قاسية جدا، كيلو الرز بكذا، فضل عندك في مخزنك اشبع بيه، حتى لو هتنزله في يوم الايام برضو، يبقى انت لما حجزته في المخزن عندك مش هتعرف تستغل ده انك تعلي بيه السعر، وبكده وقف ضد جشع التجار. وتم منح قروض للشركات المفلسة عشان تفتح ابوابها للعاطلين ويرجع تاني الشباب يشتغلوا، اللي تم فصلهم واللي اصبحوا بلا عمل واللي اصبحوا بيعانوا من البطالة. اما بالنسبة للمصارف فقامت الدولة بفرض رقابة على المصارف وعلى شركات السندات المالية والأسهم عشان تمنع إصدار أسهم وهمية، لأن قلنا أن كان سبب النكسة الاقتصادية أن كانت الطمع والجشع بيخلي الصرافة تدي سندات من غير ما يكون قصادها في خزين مالي أو خزين ذهب، فبقى الناس معاهم أسهم كتيرة على الورق بملايين بمليارات ومفيش قصادها الملايين والمليارات دي، ودي بقت كانت سندات وهمية. فعشان كده فرض رقابة على المصارف وعلى شركات السندات المالية والأسهم عشان تمنع إصدار أسهم وهمية، وفي نفس الوقت تسيطر على المضاربة في البورصة. مش أي حد يقدر يبيع العملة ويبدلها من غير رقابة من الدولة، لأن الأسهم الوهمية كانت وصلت كام تفتكروا؟ الوهمية حوالي 20 بليون، بالبه مش مليون، 20 بليون دولار، وده السبب الرئيسي للكساد العظيم. وقف الرئيس فرانكلين روزفلت وقال اننا بحاجة الى درعين لنقي بهما سيئات النظام القديم ونأمن على انفسنا من عودتهما. ايه هما الدرعين دولا يا فرانكلين روزفلت؟ قال يجب اولا ان تكون هناك رقابة حاسمة جازمة كاملة على البنوك وشؤون الاستثمار، ويجب ثانيا ان يقضى على الاتجار والمضاربة باموال واحلام الناس. كمان بدأت الدولة تتوسع في نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتوسعت ايضا في الاصلاحات العامة من صرف صحي ومية وكهرباء وطرق، فده طبعا اوجد فرص عمل للعاطلين اللي بيعانوا من البطالة. وبالفعل نجح تخطيط فرانكلين روزفلت في اعادة الحياة الى الدورة الاقتصادية في البلد، وبدأت البلد تنهض بالتدريج من الكساد الاقتصادي. وتم ترشيح روزفلت 4 فترات متتالية، وبكده يكون أول وآخر رئيس أمريكي يقعد 4 فترات، لأن كان العرف قبله أن الرئيس يقعد فترتين بس. فلما تم انتخابه للمرة الثالثة والرابعة بعدها تم النص صراحة في الدستور الأمريكي أن فترة رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية يرشح مدتين متتاليتين، لكن مش من حقه يبقى يخش على الفترة التالتة. ويقدر الإشارة ان في 7 ديسمبر 1941 اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية تدخل في الحرب العالمية الثانية، لما حصل ان اليابانيين ضربوا الأسطول الأمريكي في بيرل هاربور يوم 7 ديسمبر 1941، لان مات وقتها جنود كتير أمريكان. تقدروا ترجعوا للأرقام بالظبط للمواقع وللكتب وللأحداث لأن ده تاريخ. واستمرت الحرب العالمية الثانية، وبعد انتهاء الحرب دعا فرانكلين روزفلت إلى إنشاء منظمة الأمم المتحدة اللي هي كانت الأول اسمها عصبة الأمم المتحدة، وكان بيطوف بين الولايات المتحدة الأمريكية كلها يقود سيارته بنفسه التي صنعت له خصيصا ليقودها بيده، لأن احنا زي ما قلنا لحضراتكم كان عنده شلل في رجليه وكان مازال أثاره موجودة. وتم ترشيحه لفترة رابعة، وفي ناس كتيرة رفضت من الشعب رغم نجاحه،
ليه؟ قالوا ده مريض، ده مسن، ده عجوز مش هيقدر يكمل. لكن في كتير أيدوه، كانوا بيسموه الذئب الأمريكي العجوز، لأن كان هو وتشرشر رئيس وزراء بريطانيا كانوا هما اللي بيتصدروا المشهد. ونجح فرانكلين روزفلت في الفترة الرئاسية الرابعة، ولكن توفي بعدها بأسابيع قليلة جدا بسكتة دماغية يوم 12 أبريل 1945. ده كان كلامنا عن فرانكلين روزفلت، الرئيس الأمريكي الذي تحدى الإعاقة، الذي تحدى الشلل، الذي وصل إلى كرسي رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية عبر كرسي متحرك، الذي أثبت أن المرض إذا ما أصاب الجسد وهو مؤلم وقد يعوك الإنسان، لكن الأخطر أن المرض لما يصيب القلب والعقل والروح والإرادة. هذا هو فرانكلين روزفلت. وبنختم بأهم أقواله المأثورة: الشيء الوحيد الذي يجب أن نخافه هو الخوف. انتظرونا أعزائي مشاهدي قناة سيسات في الأسبوع القادم مع حلقة جديدة وشخصية جديدة من برنامجكم شخصيات هزت التاريخ.